وإن فصلتهم عن بعضهم الجدران وأبعدتهم السجون، فهم هنا في لوحة واحدة وتحت أعين من يتمنون رؤيتهم من جديد. يقف الأهالي وسط مدينة تعز إلى جوار العشرات من صور السجناء الذين لا يعرفون عنهم الكثير، مدققين في ملامحهم التي يثقون أنها تغيرت كثيراً بفعل الظلم والظلام. ووفقاً للقائمين على المعرض المفتوح الذي تشهده المدينة المحاصرة، فإن الهدف منه تذكير من هم خارج أسوار السجن بمن هم داخله. تسعى المنظمة من خلال هذه الفعاليات إلى جعل قضية المخفيين قسراً والمعذبين ضمن قائمة أولويات المتشاورين في الكويت، وتجعل منها قضية رأي عام تنال الأهمية والأولوية. ويعتقد زوار المعرض أنه لا حوار ولا مشاورات يمكن لها أن تنجح قبل أن تنزل هذه الصور من أماكنها، ولن تنزل إلا بأيدي أصحابها أو هكذا يتمنون، وهم يرونها أمامهم كل يوم.